وحوض الكرابيس من مدارس التعليم الاستدراكي. أيها الأخوة الكرام، اليوم ونحن نكتمل اختتام التعليم الاستدراكي للمرافق التعليم المغربة، ولا ننسى أيضا السيد مدير التعليم الاستدراكي. فهم ولا يحيطون بشيء من الأرض، من ذا الذي يشفع والمحفز على التقدم في الجانب العلمي وجميع المجالات الاخرى. وبعد ما استمعنا المدارس بلديه المغربه مقادير محزه بلديه المغربه الاخوه الضيوف مدرسين وخبراء الاكاتب معلمين رحب بهذا المباركا والصلاه والسلام على من لا نبي له. المدرسة بيئة جاذبة بحيث يمارس التلميذ هوياته ويتعلم في جو تفاعل يكون محورا اساسيا لذلك القادر على القراءة والكتابة وكذلك المعلم. تحية في اهلا ومسهلا وتحية بضيوف وبجمع قد تحية. انا حب المبتدا اكون دائما مرفوعا. على
اليوم اختتام اليوم الأخير في التعليم الاستدراكي. طبعا التعليم الاستدراكي هو استدراك ما فاتهم من معلومات في ما سبق في أيام جارحة كورونا اللي هو كوفيد 19، وقسمنا طبعا التعليم الاستدراكي إلى 6 مراكز في بلدية الغريفة. فالمركز المركز الأول اللي هو مركز اللي هو أم القرى، الثاني مركز عمر بن الخطاب، ومركز نجم الثاقب، ومركز الشهيد عمر المختار، ومركز تويوة الابتدائية الإعدادية، ومركز قراقرة الابتدائية الإعدادية. هذا البرنامج شارك فيه 1500 تلميذ من جميع المناطق. هذا البرنامج قسمنا فيه البلدية إلى 6 مراكز تدريبية، وتم التدريب في جميع المراكز على أحسن ما يرام. الحقيقة مهما نتكلم لا نفي هؤلاء الجنود المجهولين، هل هم المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس والإداريين بالمراقبة اللي قدموا كل ما بوسعهم من أجل الوصول لهذا اليوم. هي فكرة السيد وكيل وزارة التعليم والشؤون التربوية في الأساس، هي الفكرة. وحقيقة الجهة الراعية لهذا البرنامج هي منظمة اليونيسف، هي الجهة الراعية للبرنامج. وحقيقة تم الاختيار من ضمن 18 بلدية من ضمن بلديات ليبيا، فهو هكذا تكون. وكنا احنا لنا الحظ الوافر على مستوى الجنوب، والحمد لله وفقنا إلى حد كبير. ونتمنى أن يكون هذا حافز لكل المعلمين للتعليم النشط، هذا يسمى بتعليم النشط، أي التعليم بواسطة الوسيلة التعليمية لا للتلقين. من اليوم سنحاول من خلال هذا العام أن نشتغل بالتعليم النشط، أي بالوسائل التعليمية في جميع المراحل التعليمية إن شاء الله. المعرض عبارة عن مجموعة مشاركات المدرسات، مشاركات في مشروع التعليم الاستدراكي بمساعدة طبعاً الطلاب والمدرسات. قمنا بمدرسات مجموعة مدارس بعمل هذا المعرض، وكل مدرسة فصل معين تعرض فيه كل الوسائل المستعملة في عملية التدريس أثناء فترة المشروع هذا. من ناحية فائدتها واستخدامها في الفصل جداً مجدية، وتزيد انتباه وتفاعل الطلاب في الفصل، يعني كانوا في منتهى التفاعل، يعني بعيداً عن الطريقة التقليدية اللي كانت المدرس يشرح والصبورة فقط، الطلاب كانوا متفاعلين مستجيبين ما شاء الله، كانوا معنا ما شاء الله ممتازين. حتى الفئة اللي كانت استيعابها بطيء شوية ولا كده استجابوا معنا مع استعمال وسائل التعليمية. هل ليش اللي شاركت اليوم؟ في الإنجليزي. شنو هو ترى؟ هذه اخر طريقه على السبوره. ممل